في سياق أثنى وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني على مواقف محافظ صلاح الدين الداعمة للطبقة المثقفة بوصفها عنصر إسناد مهم لمشروع الإعمار والبناء في دولة المؤسسات، مجددا وقوفه ومساندته للنشاطات التي ستقام في المحافظة التي قدمت أنموذجا مميزا في مقارعة الإرهاب والمحافظة على السلم المجتمعي. نحتفي في صلاح الدين بصلاح الدين بهذه المحافظة العريقة وبمدنها، وصلاح الدين لها إرث تاريخي عميق يمتد في التاريخ، لذلك الاحتفاء اليوم جاء لسلسلة من الاحتفاءات. في كل أسبوع أو أسبوعين نحتفي بمحافظة جديدة من محافظاتنا، بدأناها ببابل ثم البصرة واليوم صلاح الدين، وسنستمر بهذا المنوال أن نحتفي بمحافظاتنا وبمدننا. الإبداع ليس مقتصرا على المركز، بل هناك إبداع متواصل في كل مدننا، في قرانا، في قصباتنا، لذلك نحن نحتفي بمحافظاتنا في بغداد. وبالتأكيد هذه يعني رسالة من الوزارة، من دائرة السينما والمسرح، من المحافظة، محافظة صلاح الدين. هذا الحضور البهي اليوم هو دليل على وجود الأمن والسلام في ربوع البلاد. وجود المحتفى بهم من صلاح الدين في بغداد هو دفعة وإشراقة أمل جديدة في أن يعني نحتفي جميعا بثقافتنا، بمسرحنا، بالسينما. ما قدم اليوم من عرض مسرحي رائع، فيه رسائل عدة وفيه أيضا إبداع متواصل، لذلك هو ليس غريبا أن يكون هذا الإبداع يأتي من صلاح الدين، من تكريت، من بلد، من سامراء. كما قلت، هو التراث متواصل لسامراء ولتكريت ولباقي المدن منذ فجر التاريخ وإلى اليوم. صلاح الدين تستحق منا وقفة، لأنها يعني قدمت النموذج الحي للتعايش السلمي بين العراقيين، وهي من بدأت صفحة مكافحة التطرف والإرهاب. ولأهل صلاح الدين كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام، أنهم من أعاد العمل للعراق ومن عززوا الثقة بالعراقيين. لذلك يعني كوزارة وكحكومة اتحادية بالتأكيد لن نبخل بشيء عن صلاح الدين. صحيح يعني أن المعركة انتهت مع الإرهاب العسكري، لكنها بدأت فكريا، لذلك الثقافة ستكون حاضرة في كل المفاصل، في السينما، في المسرح، في الأدب، في المهرجانات. سنقيم يعني مهرجان في صلاح الدين، وهذه دعوة مني للاتحاد الأدباء في صلاح الدين أن يقدم مشروعا لتمويله من الوزارة، أن نقيم يعني مهرجان ثقافي متكامل في صلاح الدين، وهي يعني كما فعلنا مع باقي المحافظات سنفعله أيضا في صلاح الدين. سندعم البيت الثقافي وسنقيم يعني مهرجانات في صلاح الدين. كل الوزارة مؤسساتها ستكون في خدمة المحافظة. شكرا.